كوروبي. صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بفلوج جديد، وهيدا المره من العاصمه اليونانيه اثينا. بهيدا الفيديو رح نكون عم نبرم على اهم القصص اللي ممكن نقدر نعملها بقلب المدينه، ورح كون عم بعطيكم معلومات بسيطه لتقدروا تستفيدوا منها في حال جيتوا وعملتوا زياره لهون. وهيدا الفيو تبعي بشكل عام مرتبه، في تي في، في كل شيء. واهم خبريه لازم كون عم خبركم عنها، كيف ننقي البيت. البيت اللي لازم ننزل فيه او الاوتيل اللي لازم ننزل فيه لازم ننقي المطرح المناسب. كيف يعني؟ يعني ما يكون كتير بعيد، نكون عم نوفر على حالنا بالليلة ونقعد نحطهم تكاسي بعدين، وما ننزل بقلب السنتر ونقعد ندفع بلاوي مصاري. لا، فيني انا اخذ منطقة مثل اللي المنطقة اللي انا قاعد فيها، قريبة على المترو ستيشن، قريبة على السنتر، وشو بدي احلى من هيك؟ بتنقل انا وبخف على حالة ترانسبورتيشن، وبقدر على السنتر ما اتكلف ولا اي تكلفة، اقدر امشي انا على اجري. هلا انا راح اخذ القهوة تبعتي. هيدا الشارع اللي انا قاعد فيه. اف خريستو، ثانك يو سو ماتش. وهلا نحن بطريقنا على الصوت، رح نكون اول محطة لنا التريل يلي بينعمل من قلب السنتر تقريبا للتلة يعني بتخلينا نشوف مدينة أثينا كلها سوا، يعني حد الأكروبوليس. في عندكم مفرق 2-3، هيدا المفرق بيخدنا على الأكروبوليس وعلى التل اللي عم بحكي عنها، ومن هون منروح على شوارع تانية ومناطق تانية حنشوفها بالفيديو. فينا من هون نروح على بلاكا، فينا من هون نروح على سينتاغما سكوير. يلا خلينا نبرم ونشوف. هلا انا وصلت على القلعة، رح نشوفها سوا. هذا المدخل تبعها. طقس اليوم ولا اجمل، كان صار له يومين الطقس كتير بشع. وبتعني كلمة اكروبوليس باللغة اليونانية المدينة العالية، وبعود بناء الاكروبوليس لسنة 500 قبل الميلاد. هلا انا وصلت على الطريق اللي بيخدني على التلة، حتشوفوا منظر ولا اجمل. كل المدينة تحتكم حتشوفوها، وتشوفوا قدي أثينا بتبين من هيدا من هيدي التلة، يعني بتبين كلها يمين شمال من كل الكورنرز تقريبا. هون لابس لباس يوناني قديم. وهلا صار وقت نفوت على قلب الأكروبوليس. اشتريت 1 تيكت ب 10 يورو. هلا نحن اللي شفناه هون من برا بتقدروا تشوفون عادي بلا تيكت، بس اذا بكون تفوتوا لجوا بكون تدفعوا 10 يورو. حنفوت نشوف مع بعض شو الوضع. Thank you.
صدري استوى سستر يلا في لقيم كوكينا وهلأ نحن بشارع بلاكا زوري بلايكا كتير حلو على الطريقة اليونانية معمول Capanno coricatonda trianda fi la kim cognino io lo flor yarma fiazine randi che le moni arma fiaz Trianda fi lakim kokino Enyar matules kanine Ranzi ke lemonin Belvetis Vazis amalemo Trianda تقريبا هذا الشارع اللي مرقنا فيه كله شوبات يعني حدا بياخذ سوفينيرات كذا الكماله تبع الطريق كلها زواريب ضايقه بتعقد هلا لقدام شوي حنشوف طريقين صغار بقلب هذا الشارع في هونيك مثل مطاعم صغيره بيسهروا فيها وبيعملوا سهرات يونانيه فيها هلا لقدام شوي حنشوف الطريقين اللي قلت لكم عنهم بقلب هيدا الشارع يلي فيهم مثل مطاعم يونانيه تقليديه هيدا واحد منهم Repeat what you said before to the vlog. Repeat. Yes, I think all the lemon are the most beautiful in the world. هيدا الشاب اليوناني كان عم يقول لي برم الكون كله. قال لي برمت وجيت ما لقيت مثل البنت اللبنانية بجمالها. الزلمة عم يعمل كومبليمونات حلوة معنا. تشكرني كتير وهلا وصلنا على ساحة مناستيراكي العاصمة اليونانية نحن جينا على مطعم بمونستيراكي وطلبت جريك سالاد الكباب اليوناني رح نجرب الكباب شوف قدي طعمته مثل بلبنان ولا لا الفرق بيننا وبينهم الخبزة اذا بتشوفوها سميكة مش مثل عنا صباح الخير بنهار جديد وهلأ نحن بمنطقة سينتاغما رح نبرم شوي بقلب شوارعها منطقة شوي مختلفة عن القصص اللي شفناها قبل أنا هلأ بساحة كنيسة تعد من أكبر الكنائس الموجودة باليونان رح نكفي مشوارنا ونطلع من الساحة تبع الكنيسة ونكفي مشوارنا صوب الشارع الرئيسي تبع سينتاغما وفي طريقين فينا نروح من هيدي الميلة فينا نكفي من هيدي الميلة ونطلع على طريق البرلمان اليوناني رح نكفي مشوارنا ونشوف إذا منلحق
مش عرض عسكري مثل تبديل بين الحرس والحرس. هيدي نحن هلا وصلنا على السكوير تبع سينتاغما مطرح ما في النافورة على هيدي الميلة، والبرلمان اليوناني هو بالشارع اللي صار فوقنا. هيدي منطقة حلوة الواحد بيجي بيقعد فيها، يعني حديقة عامة ونوفير موي. وانا من ساحة سينتاغما صار لازم اودعكم، ما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب في حال عجبكم الفيديو.